الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Ini keempat lontar rukun sin iman, amunain pemarat saya pemangga kenabihan, iban pemangga kerasulan. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون يعني بشر. Pemarat saya unnatu insilaini ipun ipun amun di manjari sumbahun iban sin insilaini tau. ورسل لا يكذبون يعني لابد من تصديق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إبن مانع كرسولان دي سلا بعهمتينون. نعم وأن الله أرسلهم. إبن الله سبحانه وتعالى بيرسله. وأوحى إليهم. إبن سين ده لان سلا وحي بيران سلا وحي. وأيدهم بالآيات. بعوض لهم يا لون تامين بيونناز. سلا بيونن إن كبار كان يدونها مانع كآيات. يعني دلت هذه الآيات على صدقهم أن الله سبحانه وتعالى حتى أقوام الأنبياء والرسل عليهم يصدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جعل لهم آيات معجزات. أي بمعنى إن ما آيات إني بيراكن لها سبايا ما هي نن دليل هسبايا كها قرن سلا. نعم نؤمن أنهم أدوا كل ما تمنهم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم بقبوس بمرتين تو إن هما كرسولان إني kia paraton nila na inkatan si na mo hindi akan kanila si Allah subhanahu wa ta'ala wa nasihu al-umma akmal nusih kam minhum iban nasihat pa mga iban kia nahisatan kia dihila nila nasihat inkatan si umat nila wa ballagu kul ma amarum Allah bitabliqi lam yaktumu shaya ay bimana na jukub nila na in amu hindi akan kanila wayron sila kiapin bat maling ka na jukub nila na hindi akan kanila wa badalu gayat al-juhud في أنواع الجهاد جاهدوا حتى يعني بلغوا أعلى درجات الجهاد. يبان سينك أنجو تأدونها بقتاهن لون جهاد من. نعم فهم عليهم الصلاة والسلام قاموا بكل ما لديهم من جهد في تبليغ هذا الدين. نعم ما كرسولان إني كياتين دون لا توأتوا نك أنجو تأسلاسين. Uno-uno na amuin hasupay kapatindugin agama. Nu'min bihim bil-anbiya wa-rusul alayhim as-salatu wa-salam jami'an. Na mamaret sa'ya kitanyo pakatan amuin lang ta karasulani basing kanabihan katan sila. Wa nu'min bima'alaman Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihim. Na pagawas mamaret sa'ya kitanyo hauna-uno na amuin mga kangan-nganan kiingatan na to. Wa sifatihim. Ataw mga ding mga sifat nila. Wa الآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها معجزات. أتوا أنون من مع آيات أمو إن هنا أمو إن معجزات دليل هسوبايا دي سيلا بوتينون. نعم ونؤمن بكل الأخبار التي جاءت عنهم. يبان سين أنون من مع information أمون دي ما تون ماريكاتو إنياتو بمارت سينا تو كتان. أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. بنجنا النبي أمونين آدم عليه السلام. وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. إن بنجنا أنسب رسول أمونين نوح عليه السلام. وخاتم آخر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إبن هليهن لون تنبي إبن سين رسول أمون إن نبينا تو رسولنا تو محمد صلى الله عليه وسلم. كل من يزعم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي أو رسول نقول والله هذا كاذب وكافر كفر أكبر. يسيوسي ولون تا إن أمو إن إميان إن سيا رسول أبغوس كم كواب سين رسول صلى الله عليه وسلم نهي بامون نتو إن شئني بطينان إبن سين إن يري كفر. كفوا سلقوا لقوا. نعم ومن يصدق هذا فهو كافر مثله والله أعلم. نهيشيوس يوسف إن كها غرونيا نا إن شئني سيبو نيلا كافر سيبو نيلا كافر لهم تبعان. نعم.